بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة الغنية عن تعرفة، جبت لكم النهاردة منتج طبي، منتج رائع، وهو شراب الدوالي التايواني السيليكون. تمام، زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج بتكون بالشكل ده. تعالوا نشوف شكل الشراب من الداخل بيكون شكله ايه، وخامته مصنوعة من ايه. زي ما انتم شايفين طبعا مكوناته، اشرح لكم كل حاجه موجوده داخل الشراب ده. طبعا بيكون الكتالوج للتعريف استخدام الشراب كويس زي تلبسيه او تلبسه. ده بيكون طبعا شكل الشراب من الداخل، ده بيكون خامه عاليه الجوده، خامه سهله الغسيل. طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم ده بيكون شراب مستورد صناعه تايواني، مزود من الداخل بماده سيليكون، سيليكون طبي، عشان اثناء انت بتلبسه او انت بتلبسيه بيحكم على الرجل كويس جدا. تمام، شراب جميل جدا، شراب رائع. طبعا زي ما انتم شايفينه بالشكل ده وباللون ده، طبعا بيجي منه تحت الركبه وفوق الركبه على حسب ما الطبيب ما بيقول لك استخدميه ازاي. تمام، ده بيكون اللي هو الشراب الدوالي السيليكون. تمام حضراتكم، زي ما انتم شايفينه بالشكل ده هوريكم. والقطعه دي طبعا لو انت بتلبسيه او انت بتلبسه تحط في الرجل من الاسفل بالطريقه دي، تبداي تستخدمي الشراب بسهوله بالطريقه دي كده. طبعا المنطقه دي بتيجي على كعب الرجل، بيبقى مفتوح طبعا، بيبقى الصوابع باينه. تمام، ودي بعد كده بتنزعيها بسهوله جدا بالطريقه دي. تمام، دي بتسهل عليك لبس الشراب. تمام حضراتكم، ده بيكون شكل شراب الدوالي التايواني السيليكون. شراب جميل جدا، شراب رائع، متوفر منه مقاسات طبعا، بيوجد فوق الركبه وتحت الركبه، وسعره هايل جدا جدا ورائع. بيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. وما تنسوش طبعا تدعمونا للقناه بلايك وسبسكرايب عشان نوصل لكم كل ما هو جديد في عالم المستلزمات الطبيه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.